مساء الخير أستاذ كمال وللسادة المشاهدين ولضيفك الموجود في الاستوديو. بالتأكيد ما ذكره بنيامين نتنياهو لم يأتي بجديد بالمعنى الجدي للكلمة، سوى التأكيد على استمرار ومواصلة الحرب والتهديد بأنه من يتعرض للرهائن الإسرائيليين الأسرى سيتم ملاحقته. تمت لك سنة وبدأنا بالشهر الثاني من العام الثاني من الحرب الإبادة الجماعية، وبالتالي أنت لم تقصر ولم تتوقف عن عملية الإبادة والقتل لأبناء الشعب العربي الفلسطيني، وأنت تستخدم ذرائع وهي لمواصلة هذه الإبادة. ووصل العدد كما تعلم ويعلم الجميع إلى 43 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح، فضلا عن عمليات التدمير الهائلة التي أصابت القطاع. بالتالي يعني أنا لا أعتقد أن هناك جديد، سوى أن هذا الذي حدث اليوم في اغتيال واستشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيضاف لإنجازات نتنياهو، وهذا قد يعطي الدفع والاستمرار واستمرار مواصلة إدامة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. البعض يقول أنه يمكن أن يشكل فرصة، كما أشار رئيس المعارضة الإسرائيلي لبيد، أنها فرصة الذهاب إلى صفقة تبادل وإلى الذهاب إلى الملفات السياسية، ولكن نتنياهو أعطى وعدا لقطعان المستوطنين وخاصة أقرانه في الائتلاف الحاكم بمواصلة الاحتلال لقطاع غزة والعودة لبناء الاستيطان الاستعماري في القطاع. وبالتالي من الواضح أن إسرائيل حتى اللحظة ليست بوارد إنهاء الإبادة، وإنما هي ستواصل الإبادة واحتلال القطاع والبدء والشروع بالاستيطان الاستعماري. وكان هناك مؤتمر لقطعان المستوطنين قبل أسبوعين تقريبا أو أكثر قليلا، وهذا المؤتمر كان يتحدث عن إعادة البناء، وحددوا الأماكن التي وتحديدا سيكون في الشمال وعلى الغلاف الفاصل بين قطاع غزة. طيب ودولة سيد عمر، وأنت عضو منظمة التحرير الفلسطينية، كان معنا منذ دقائق السيد عبد الفتاح دولة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، وكانت هناك مبادرة للتواصل أكثر فأكثر مع حركة حماس لنبذ الفرقة، نبذل انقسام الفلسطيني، الفلسطيني الذي دام لأكثر من 14 عاما أو 17 عاما بالأحرى. أنت كيف ترى هذا الأمر؟ هل ترى أن الفترة المقبلة مزيد من التواصل ما بين فتح وحماس قد يلغي تماما أو ينهي تماما هذا الانقسام؟ هل تتوقع أن نصل لهذا الأمر؟ الكل الفلسطيني الوطني يرغب بإنهاء الانقلاب والانقسام والذهاب إلى الوحدة الوطنية، لا سيما وأن هناك العديد من الاتفاقات التي أبرمت واللقاءات التي جمعت قبل يومين في القاهرة بين وفدي حماس وحركة فتح يحمل في طياته بعدا إيجابيا، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى صيغة نهائية، ولكن المؤشرات إيجابي. وحركة فتح من خلال اطلاعي ومتابعتي لهذا الأمر تحمل نوايا صادقة وجادة للوصول إلى طي صفحة الانقلاب والعمل على ترميم الجسور بين الحركتين وبين الكل الفلسطيني للدفاع عن أبناء شعبنا، ووقف الإبادة الجماعية فورا وبشكل دائم، ووقف التهجير القصري ضد أبناء شعبنا، وتأمين الحماية وتأمين الإغاثة الإنسانية بكل أشكالها، والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام، وتثبيت الولاية الفلسطينية، تثبيت ولاية منظمة التحرير والدولة الفلسطينية و حكومة فلسطينية متفق عليها أو الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد مصطفى. بالتالي
الكل يعول على أن ينجم عن هذه اللقاءات فتح الأفق والقوس أمام إحداث قفزة نوعية في المقاربة مع الكل الفلسطيني للاتفاق على برنامج سياسي وتنظيمي ولوجستي لحماية الشعب الفلسطيني، وهذا لا يكون إلا بوحدة الكل الفلسطيني. وبالتالي سيد عمر، الوحدة في هذا الإطار نحن تعلمنا منذ نعومة الأظافر أن الفرقة تساوي الضعف، فرقة غزة عن الضفة الغربية ساوت أو أدت إلى ضعف القضية الفلسطينية على أرض الواقع. ما الذي يتطلبه الوصول إلى وحدة فلسطينية فلسطينية مرة أخرى، صوت فلسطيني واحد برئيس فلسطيني لكل الفلسطينيين، بمجلس تشريعي لكل الفلسطينيين، بحكومة لكل الفلسطينيين؟ أنت تعلم أن بنيامين نتنياهو مرات عدة تحدث بشكل واضح أننا نريد تعميق الانقسام والانقسام والانقلاب في قطاع غزة على الشرعية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لعدو للشعب الفلسطيني، وهذا مكسب استراتيجي، بمعنى آخر هو خسارة استراتيجية للشعب العربي الفلسطيني. وبالتالي وكما يعلم الجميع، منذ العام 2009، منذ أن قدمت القاهرة الورقة الأولى للمصالحة، جاء عزام الأحمد مكلفا من الأخ الرئيس محمود عباس ووقع على الورقة، وتأخرت آنذاك حركة حماس حتى مايو أيار 2011 حتى وقعت القاهرة على تلك الورقة. المهم، نحن الآن بصدد عودة الجسور وترميم هذه الجسور بين الفرقاء الفلسطينيين، وخاصة حركتي فتح وحماس، لأن هذا في مصلحة كلاهم أولا والكل الفلسطيني. وآن الأوان أن تتوطن حركة حماس في المشروع الوطني وأن تنضوي تحت لواء وراية منظمة التحرير الفلسطينية. عودة الجسور وترميمها مرة أخرى بين الفرقاء الفلسطينيين، وبالأخص ما بين فتح وحماس. أشكرك شكرا جزيلا السيد عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، كنت معي من رام الله. أشكرك شكرا جزيلا وأعود مرة أخرى.